4300 جندي روسي قتلوا، سقوط 27 طائرة، 26 مروحية، تدمير 706 مدرعة عسكرية بالنسبة لروسيا، وكذلك تدمير 146 دبابة روسية. قد تكون الآن الأرقام هذه زادت بشكل كبير، ولكن هل للأسلحة التي قام حلف الناتو بحقيقة إرسالها إلى أوكرانيا في الفترة السابقة التي اشتكت منها روسيا كثيرا، اشتكى فلاديمير بوتين من السلاح الذي يدخل إلى الداخل الأوكراني، ساعد في الوصول إلى هذه النتائج برأيك؟ طبعا بدون شك. وبعدين ده يرجع تاني للنقطة اللي احنا اتكلمنا فيها، يعني مين كان يتوقع القوة الروسية انها تخسر العدد الكبير دول في اول اسبوع؟ دي نتيجة، يعني دلوقتي اللي احنا بنشوفه اثباتات ان دي اول مرة نشوف الجيش الروسي بعد الحرب العالمية الثانية بطريقة صحيحة ان هو بيحارب. من قبل كده كانت دايما الحرب اللي الأسلحة الروسية بتستخدم عن طريق شعب آخر أو بلد أخرى، وإنما لم تستخدم بالجيش الروسي. حاليا الجيش الروسي بيستخدم الأسلحة الروسية بالجندي الروسي بالدكترين الروسية، وعليها ده إثبات كبير إن هما ما هماش أقوياء بالقوة اللي كانوا مصورينها للعالم كله. فده شيء مهم جدا لازم يتذكر.